السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهي كده آخر حاجة في اللي كانت للناس، فضلة سباحة وبربارة وكده، كله تمام تمام يلا بينا نبدأ. نحكي بقى عن 4 مغنيين في برنامج إذاعي كان بيكونوا فريق. طبعا ما جاتش بالظبط، هي جات اختيارات طبعا مش موجودة على الموقع او الفايل اللي انتوا بتذاكروا منه، غير حاجة بسيطة جدا. دي بيقول ان هما كان بيسألهم الإجابات. أول واحدة بيقول لك إن هما بيروحوا للشغل للتلفزيون مع بعض، وإن هما عملوا أغنية في سي دي يعني وكده، وكان ليها نجاح كبير، وهما دلوقتي كونوا سوري يا جماعة فصلت، هما دلوقتي كونوا جروب تمام. طبعا دي ما كانتش نازلة، جات لحد اللي موجودة في الفايل وفي الموقع اللي هي الجزء الإجابة الثالثة اللي هي كونوا فريق مع بعض، وما كانش موجود 3 اختيارات دول. طبعا دي جت كده كانها شورت ليسننج، اللونج ليسننج تلاقي 5 اختيارات او 4 تمام. فدي كانت سهلة. هوريكم الحاجة اللي نزلت في على الموقع واللي انتوا شفتوها اكيد في الفايل. دي اللي كانت موجودة، بيقول لك ان انت بتسمع بتشغل الراديو وبتسمع موسيقى، برنامج موسيقي اللي يعني بيقول لك انت لما تيجي تسمع بيقول لك العنوان ده عنوان السؤال، وبقى بيقول لك ان اللي اتعلمته او عرفته عن 4 المذكورين في الراديو، بيقول لك انت برضو اللي هو في الامتحان برضو على الكمبيوتر، يعني انت كده قصدك انت مش قصد الشخص اللي في البرنامج. في البرنامج تسمع 4 مغنيين في بيتكلموا عن تعاونهم مع بعض. ف اللي انت لما سمعت الليسننج ده انت عرفت ايه او اتعلمت ايه على 4، ان دول كونوا فورمد اجروب تمام. طبعا الاختيارين الاولين اللي هو ان هم عملوا سي دي ناجح، وان هم بيروحوا للتلفزيون مع بعض او للشغل عموما، دي اجابتين ناقصين، دول مش موجودين في اي حته تمام. دي بتتكلم عن الاشجار في بريطانيا، وواحد اسمه طبعا هم اهتموا بالاشجار وعملوا نادي اسمه نادي المحافظون على الاشجار. دي طبعا واحد اسمه ستيف غرين، ده زرع الاشجار وبيقول لك ليه، عشان يعمل ريديفلوبد للاريا اللي هي اوتسايد سيتي، ده هو المناطق اللي ما فيهاش زراعه اشجار خارج المدينه. بعدها بيقول لك انه ممكن يستخدم فيما بعد اراضي، يزرع اراضي اكتر لما يحصل على طرق افضل للزراعه. بقول لك فجأة في بريطانيا في ليلة كده حصل ان الطقس كان سيء، فوقتها عرفوا قيمة الاشجار. طبعا احنا عارفين الاشجار بتمنع وقت الرياح، بتمنع حاجات وكوارث كتير بتحصل. بيقول لك الدليل على زيادة الاهتمام بالاشجار، بيقول لك لما زاد عدد واضح من عدد الناس اللي انضمت لنادي المحافظون على الاشجار. ومن تحت ليزلي ريبونسون ده بيقول لك ساعد الاطفال، كان بيعرفهم قيمة الاشجار تمام. اللي بعدها دي طبعا شرحتها قبل كده، كانت موجودة على جروب التليجرام، انا شرحتها يوتيوب برضو، ناس رجعت وقالت مش موجودة، لا قالت جت في الامتحان يا جماعة ودي جديدة. طيب جديدة ازاي وهي مشروحة يوتيوب؟ انا هشرحها تاني وبرضو مش مشكلة ان انتوا تعيدوا الحاجة. دي واحدة اسمها مادلين، دي كانت ممثلة يعني، وبتقول ان هي اتبنت اسم مهني، وده الاسم ده ان هو الناس قومته فضلت تنتقد فيه يعني وكده، انه اسم تقريبا جديد او فيه حاجة. المهم اللي بعدها كان بيقول ايه، ان هي عملت دور في مسرحية، والدور ده سمح لها ان هي بتعيد الروتين بتاع حياتها من تاني تمام، لان الدور ده كان شبيه لروتين حياتها هي. بعدين بيقول ان هي اعتقدت ان النجوم اللي بيقوموا بادوار شريره ده بيدل على ابداعهم تمام، وبتقول ان هي مش ممكن تصبح نجمه كبيره زي النجوم دول، عشان هي بتلوم نفسها على الاخطاء اللي بتعملها، يعني على الادوار الشريره، لو قامت بحاجه في الدور كان شرير ولا حاجه كانت بتنتقد
الحاجات اللي بتعملها في الدور، تبين بتقول لك هنا آخر واحدة وفقا لأعمالها السابقة اعتقدت إن آخر هي بتقول إن آخر أغنية كانت بتوصل للناس بأسرع، وكانت الكلمات مفهومة أكتر، تمام، أو مكتوبة بشكل كويس، تمام. دي عن واحدة اسمها راشيل، وراشيل دي بتقول لك اللي قالته عن لقب الوظيفة بتاعتها، بتقول اللقب ده مناسب لأغلب الأعمال اللي هي بتقوم بيها، وبيقول لك إيه أكتر حاجة معروفة أو أكتر سبب معروف للمعرض. هي تقريبا ماسكة معرض عن فنانين وحاجات كده، بيقول إن السبب ده إن المعرض كان معروف إن هو بجودة عالية. بيقول لك لما هي بتتلقى مكالمات من الفنانين، المكالمة دي كانت بتكون صعبة عليها، ليه؟ لما يكون الفنانين دول عملهم مش مقبول، تمام. بتقول إن عملت كومنت في كتالوج كده، في الكتالوجات اللي على الفنانين تقريبا، كان بيقول ايه الكتالوج اللي هو فيه صور حاجات عن افلام تقريبا، يعني بيقول ان هي كانت بتسيب كومنت في كل حاجة، عشان كان بيعمل خلفية او يعني بيديك معلومات عن الفنان نفسه، تاريخه مثلا، مولده، الكلام ده. طيب بيقول لك هي قالت ايه عن العمل الاداري، ان العمل ده ممكن ان تسيبه للاخرين يقوموا بيه لان هو يعني سهل، تمام. دي بتتكلم عن واحد اسمه بيت، كان بيقول لك ان هو كان مقدم لوظيفة ان هو يكون رائد فضاء، ففي الوقت ده كان عنده نقص في المهارات الاساسية. بيقول لك ان هو لما كان في الجامعة ما كانش قلقان. طبعا هقولها لكم بطريقة بسيطة، لان يعني ان انت في الجامعة مش عليك مسؤولية، مش عليك اللي هو الخريج غير اللي بيدرس، فما كانش قلقان قوي، تمام. دي جات لناس طبعا دي كانت موجودة على الموقع، ما كانتش موجودة هي جاية كده مختصرة، تمام. فانتوا احفظوا في الوقت ده، هقول لكم احفظوا، لان طبيعي مفيش بديل غير الحفظ. انت بترجموا الكلمات تحفظوهم، او ممكن بطريقه تانية كنت قايلها قبل كده، ان انت تعملهم جمله واحده، وتحاول ان انت تحفظها الجمله على بعضها، وتدخل الامتحان تكتبها، حتى تفتكرها كان اولها ايه في نص ايه، فتكتبها، تمام. وبعدين لو جت اكمل باختيارات فهتكون سهل عليك جدا هتفتكر، لو اكمل من اختيارات موضوع الجمله ده هيسهل عليك، تمام. كده احنا وصلنا للنهاية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واستنونا ان شاء الله في اللي جاي كده، المفروض الموجودة السباحة والبربرة اللي لسه مزوش جداد، وبعد كده كله جاهز، تمام. اما الحاجات اللي ما جاتش هشرحها برضو.